يلا يلا. شرف عمي شرف. ميت اهلا وسهلا. شرف عمي. تفضل. يا ترى شو بده هذا ابو نصوح؟ يا اهلين بعمي، هيك كترنا زياراتك قدام ريحه المرحوم ابي. انت بتعرف شو اللي بهذا البيت؟ انو بيت عمي؟ البيت اللي ساكن فيه هلا انت. ما فهمت عمي ابو نصوح. شوف يا ابني، انا لسالي حصه بهالبيت من ورثه المرحوم جدك الله يرحمه. لك حصه بهذا البيت؟ اي نعم، لما تصافينا من ورثه جدك انا وابوك الله يرحمه، تصافينا على كل شيء الا على هذا البيت، على اساس يعطيني حصتي بعد شهر. وصار اللي صار يومتها، انسرقوا الذهبات وتاجلت الشغله لهلا، وهلا صار وقتها، وانا بدي حصتي من بيت ابي. بس عمي انا بعرف انه ابي اشترى من كل اخواته. اشترى من بنت وحده، بس انا ما اخذت حصتي. ايوه، وقديش هي حصتك؟ نص البيت يا ابراهيم. قديش؟ نصه. انا اشتريت من بنت وابوك اشترى من بنت، وهيك بيكون نص البيت لابوه ونص البيت لالي. شلون هيك عمي؟ لسه في عمتي فكريه وشكريه، ابي اشترى منه. لا لا لا، هدول سامحونا بالورثه تبعهم. وكيف سامحوكم اذا ابي شاري منهم؟ عماتك سامحونا بالورثه قبل ما يموتوا. شو انت بعد تفهم؟ بس ابي قال بزمانه انه شاري منهم عمي. يعني انا كذاب يا ابراهيم؟ حاشاك عمي حاشاك، بس انا اللي بعرفه انه ابي شاري منهم حصص ودافع حقها. اذا عندك شيء اسمه فرجيني اياه هلا. رح دور لك بين اوراق ابي الله يرحمه. دور، وانا بدي حقي بسرعه ولازمني مصاري. حاضر عمي حاضر. روح على الطريق. يلا يلا. شرد عمي. امتى اجي لعندك؟ بكره عمي بكره. بكره الصبح انا عندك. يا ريت تكون مجهز المصاري. يا اما انا بعطيك حق حصة ابوك بصير البيت الي، يا اما بترجيني حجة البيت. مفهوم عمي؟ مفهوم عمي. خليك. اوعك اوعك سيدي يا مو. ابوك دافع حق كل اخواته البنات واعطيهم حصصهم كامله، وانا شاهده والله شاهد علي وعلى ابوك. طيب يا مو اثبات، في عنا اثبات عمي؟ بده اثبات. في اثبات ولا ما في؟ انا بتذكر انه ابوك وصمن على اوراق لكل اخواته البنات. اوراق؟ وينهم إيه؟ هدول الاوراق؟ بالصندوق تبع ابوك. الف الحمد لله يا رب. هيبان الحق مرت عمي. هلا عمي ابو نصوح ما عاد له حكي معي منوب، رح ارجيه انه ابي شاري حصص كل اخواته البنات ودافع لهم مصاري كمان. يا مو انا قلت لك انه بعرف كل شيء عن ابوك. الله يرحمك يا ابي. شو كان حريص يثبت كل شيء بالورقه والقلم. يلا يلا. شرف عمي. ان شاء الله لقيت الاوراق. لك انا عمي لقيتهم. شيء ظريف. شرف. دلال ساوي لنا شاي. روح ناعن وشرب ميتهم. خود عمي خود. ليش هيك عمي؟ لأنه مو مزبوطين عمي. وشلون يعني مو مزبوطين؟ اسأل حالك. بدك تضحك علي وتقلي إنه أبوك بصب أخواتي البنات على هالبراء هدول وعطاهم حصصهم كمان يا عادي بالأمانة؟ أنا ما بضحك عليك عمي. روح عمي روح روح. عيب تضحك على عمك، عيب تسرع عمك اللي هو بقى أبوك هلا. يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم يا قليل الترباية. أنا بدي أسرك يا عمي. ما كنت مفكرك هيك بنوب، كنت مفكرك إنسان صاحب حق مثل أبوك، بس بيظهر مو أبوك اللي مربيك، أمك اللي مربيتك. شو أمه يا أبو نصوح؟ طلعي لبرا طلعي، أنت ما دخلك. أنا ما دخلني؟ هذا البيت بيتي وبيت ابني، وأنت مالك شي عنا. أنا صاحب حق وغصب عنك يا عم إبراهيم. يوه الواه الواه، اللي إلك حصة صغيرة وبس. إلي نص البيت بدي آخذ حقه منك. يا أما بعطيكي حقك برجع أنا مسكن فيه. شو عم تقول عمي؟ مثل ما سمعت، وبدي أخذ البيت غصبا عنك وعن أمك. أنا معي أوراق تثبت إنه هذا البيت نصه إلي. هدول شو عمي؟ هدول شو؟ هدول مزورين. لا مزبوطين يا أبو نصوح. لا مزورين، وأنت وابنك اتفقتوا علي مشان تسرقوا حصتي. أنا أبي شبعني عمي. إذا أنت شبعان بس أمك لساتها جوعانة. ما بسمح لك تحكي على أمي هيك. اطلع من بيتي.
بتقلعيني من املاكي يا برتخي؟ ايش علي؟ طالع بس وحيات هدول الا ما قلقك انت وابنك ما تقلعتيني هلا. ولك ايدك وما تعطيه، اطلع من بيتي يا حرامي. حرامي كمان؟ انا حرامي يا مرتخي؟ ايه حرامي وستين حرامي. ماشي، اذا ما بزتك انت وابنك على الطريق ما بكون انا مسموح. طلب يا عمي، طلب يا عم. وانت كمان، وانت كمان يا ابراهيم. طيب طالع، طالع يا الشرشيح، طالع. ولك روح ايدك وما تعطيه، دربي ست ما يرد. عجبك على القصة يا مو؟ طول عمره عمك بياخذ من ابوك مصاري سرقة وقنص. اخص عليك يا عمي اخص. بدك ترميني على الطريق انا وامي وحرمتي؟ شافك وحداني قال لحاله لألعب عليه وشلحه البيت مثل ما شلح ابوك ارض جوبر بالترجاي والبكي قدامه. والله اذا بتطلع روحي ما راح اتنازع عن البيت لا كله ولا نصه. هي ابوك ما كان عم بيحاكي من زمان لانه بيعرفه بالهموط وملعب. وانا اللي مفكر انه لي سنة، طلع السنة دوري بدي اكل لي حقي ويرميني بالحارة. الله يسامحك يا عمي ما كنت مفكرك هيك. يعني هلا تذكر انه له حق؟ بعدين ليش ما طالب ابوك من الاول وعلى حياة عينه؟ ما بعرف يا دلال، ما بعرف. وبشو بقدر اخدمك يا سيد ابو نصوح؟ بدي حقي يا سيدي، بعيدك بدي حقي. وشو هو حقها؟ نص البيت. نوري بده نص البيت؟ ايه سيدي هذا من حقي. وعندك ما يثبت على انه نص البيت ملكك؟ نعم سيدي عندي. شرفي شو ها؟ سيدي هي حجة البيت لساتها باسم ابي الله يرحمه. شي ظريف، شي ظريف يا ابن نصوح. وكم اخ لك يا ابن نصوح؟ جاوب يا ابن نصوح. انا واخي وعندي ست بنات، اربعة من ابي وتنتين من امي. شو هاي مو ظابطة؟ شو يعني ستة؟ أربعة من أبوك وتنتين من أمك؟ الأربعة منهم ماتوا، واحدة منهم تجوزت على الأردن وعندها أولاد وعايشة هي وياهم، والكبيرة، والكبيرة الله لي يورجيك يا سيدي لا بتسمع ولا بتحكي وخرفت من زمان. يا حبيبي خرسة وطرشة وخرفانة من زمان؟ شي ظريف نوري. وهدول إخواتك ماتوا قبل ما يموت أبوك ولا بعده يا أبو نصوح؟ بعده يا سيدي، بعده بكتير. شو يا نوري؟ سيدي لازم نشوف الشيخ عبد العليم لحتى يعطينا الحكم الشرعي بالورثة تبع أبو نصوح. مزبوط، شغلتك معصلجة كتير يا أبو نصوح، هيك ما بيمشي الحال. عن جد لازم نشوف الشيخ عبد العليم لحتى يفصفص لنا الورثة تبعك فصفصة. يا سيدي لا بده لا شيخ ولا بده شيء، اشتغلي واضحة مثل عين الشمس. بعدين أنا وأخي بنورة البيت. شو قلت نوري؟ يا سيدي شغلته لساعتها ما لحله لحتى نسأل الشيخ عبد العليم. يا سيدي الشغلة ما بده شي بنوب، تفضلوا سيدي دبروها، دبروها بمعرفتكم. شو يا نوري؟ سيدي إذا بدكم منجرب بلا الشيخ عبد العليم، وقت بدنا يا منبعت وراه مستدعي ونسأله على الحل الشرعي تبعها. قلتك إذا العصلة جيت معنا منشوف الشيخ عبد العليم. ماشي ماشي يا ابن نصوح تكرم عينك. ها الله ما في مشكلة، راح ساعدك، تعرف أنا يعني ما بقصر مع حدا. شكرا يا سيدي. سيكلتو شا هاتي هاتي الحقوني لشو؟ خرف سيدي تفضل يا ابراهيم. ليش ما عم تعطي حقه لعمك ابن نصوح من البيت؟ عيب يا ابني ما بيجوز، هذا عمك بمقام والدك. سيدي هو ماله غير شقفه صغيره بهالبيت، وانا ما نكرت عليه ومستعد اعطي حقه. بس عمك عم بيقول له نص البيت، انت شو بتقول؟
هذا الحكي ما هو صحيح. خلاص ولا مغضوب؟ خلاص؟ عم بتكذب لي قدام الحكومة؟ سيدي هو ما له شيء غير اللي أنا قلته. شو يا بلصو؟ ابن أخوك عم بيقول عنك كذاب؟ ما لك غير شقفة صغيرة بالبيت؟ سيدي ورجينا شو في عنده، وإذا قال له شيء ياخده هلا. شو يا نوري؟ شو عندك إثبات إنه عمك أخو أبوك كذاب يا إبراهيم؟ شرف سيدي. شو ها؟ هذا إثبات إنه أبي شاري من كل عماتي حصصهم وعطيهم مصاري. شيك نوري، شفنا الأوراق مضبوطين. سيدي هدول الأوراق مو كتير مضبوطين. شلون يعني مو كتير مضبوطين؟ يعني هاي الورقة مثلاً عادية مو مثبتة بكاتب العدل. شوف يا إبراهيم، هالأوراق مو قانونيين يا ابني، مو مثبتين بكاتب العدل. شلون سيدي؟ يا الله وكيلك، هدول هن الأوراق اللي كانوا بصندوق أبي. وشو عرفني ما يكون أبوك عملها حيلة لحتى يحرمه لأخوه الوحيد من حصته بالبيت؟ طيب سيدي تأكدوا، تأكدوا أنتوا. وشلون بدنا نتأكد بقى؟ بدك ياني افتح أبور عماتك لحتى أتأكد من بصماتهم؟ سيدي الأوراق كلها نظامية صدقني، حتى تصدق يعني خوش ها؟ في شهود عليها. ورجينا شوف. ايوه سيدي لازم نتاكد من الشهود، حرام مشان ما نظلم السيد ابراهيم، بكره الله بيحاسبنا. اني اخاف الله، الظلم ما بيجوز يا نوري. شو ابو جودة؟ بدنا نتاكد ان الاوراق مزبوطين ولا لا يا ابن صوح، ما بيجوز، الدنيا فيها اخره. خذ طريق يا ابني. بلى سيدي. شو قالوا لك يا مو؟ الشغلة كبرت كتير يا مو، وصار بدها محاكم وقضايا وأسر عدلي. ليش ابن عمي؟ لأنه ما حدا مصدق إنه أبي مبسم عماتي على بيع حصصهم ودافع لهم مصاري. لا، الأوراق مزبوطة. إيه يا مو مزبوطين، بس ناقصين. الله يرحمك يا أبي، يعني لو كان رحل عند كاتب العدل وختمهم شو كان صار؟ لك الله يصطفل في هذا عمك أبو نصوح شو بالهموطي. شو يعني مت عمي؟ بده يطالعنا من البيت؟ ليش ما عم تفهم علي يا أبو نصوح؟ يا سيدي هذا حقي. لك ابن نصوح انت ما قلت لي انه في وراء اخوك مبصم عليهم اخواتك البنات قبل ما يموتوا؟ تزوير يا سيدي، كل التزوير بتزوير. انو تزوير هاد يا ابن نصوح؟ تزوير وفي شهود. والله شغلتك كبيره كتير كتير، مو شوي، بدها محكمه وقاضي ومحامي، بعدين احنا اكثر من هيك ما بنقدر نفيدك يا ابن نصوح. يا سيدي ما بتتدبر معك. ابن نصوح روح على المحكمه وجيب لي حكم بملكيتك لنص البيت وتعال عندي، وساعتها رح تلاقيني عم جيب لك حقك على دوز بارا. هذا آخر كلام سيدي؟ ما عندي غير هيك يا ابن نصوح. طيب رح روح على المحكمة وتجيب ورقة تثبت إن نص البيت باسمي وأنا بخدمتك. أنا رايح شغلة ساعتين ثلاثة وبرجع، ما تطول خاطري. مع السلامة ابن عمي، ميسرة. يا رب يطلع القاضي ابن حلال ويفهم عليك يا إبراهيم. يا رب وفقه ويسر له كل شيء بطريقه. السلام عليكم عمي. أهلين أبو البر، أهلين أمور. عمي أبو حاتم أنا قصدك بشغلة. ببشر رقبتي سدادي. شرف عمي، الله يعوض عليك. الله معك. يا برودية البطاطا بلدي يا خيار. شرف جاري بمعيتك. لوين؟ على المحكمة. مشان شو؟ مشان تشهد مع السيد إبراهيم إنه أبوه الله يرحمه قبل ما يموت حاسب إخواته بحق حصصون. أنا ما دخلني. لك شلون ما دخلك؟ رح نعيد ونبدأ بالسيرة. أخي ما دخلني. يا أبو مرزوق، يا أبو مرزوق، بصمتك على الورقة. أنا ما شفت شي يا ري. لكن ليش شهدت على إنه أبو إبراهيم صفى زمته تجاه إخواته البنات قبل ما يموت؟ أنا شهدت على كلامك أبو حاتم. امشي امشي هلا بالمحكمة، قولي اللي بدك يا شرف. خلصني ابو احمد، دير بالك على الدكان لبين ما ارجع. وصل عن مكسر يا بطيخ، كسي وزي مقشش كراسي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بابن نصوح الغالي. شرف استريح. شكرا يا سيدي.
شو سيدي؟ شايفك عنا؟ إيه نعم سيدي، عملت إزالة شيوع عند بيت أبي اللي ساكنه بنخي. بعرفه بعرفه، أمرني، شو المطلوب مني؟ يا سيدي، يا أما بدي أعطيهم حق حصتهم طالعهم برات البيت، يا أما بدي أقسم البيت بالنص. حقك تقسم البيت قبل صوح؟ بالأخص إيش كان بدك تحتفظ بشي شقفة من رجعت المرحوم والدك؟ مشان هيك ما بدي بيع حصتي لابن أخي إبراهيم. بس إن شاء الله تكونوا جبتوا لنا أوراق نظامية. مو عيب يا أبو جودات. الأوراق نظامية على نظامية، وما حدا عليه مسؤولية بتنفيذها. أيوه، يا عين عليك يا أبو نصوح، هلا كل أمورنا تمام التمام. إيه سيدي، شرف معي لحتى ندق الحديد هو وحامي. شرف سيدي شرف. يا الله. اسمع يا ابني ابراهيم، عمك ابن صوح جاي يدفع لك حق حصتك بالبيت دفعه واحده. وانا ما بدي بيع حصتي بالبيت سيدي. وليش ما صهري يدفع له حق حصته ويقول له مع السلامه يا ابو جودات؟ شو رايك ابن صوح؟ انا ما راح ابيع حصتي لحدا، ونحن ما راح نبيع حصتنا لحدا، وخلي كل شيء على حاله ابو نصوح. ايوه، معناته البيت بدي اسمه، هذا البيت راح يضل على حاله، لا بينقسم ولا بيتساوى في شيء منوب. وانت شو دخلك؟ دخلني ونص، هذا البيت بيت اختي وما رح تطلع منه منوب. انت خذ مصرياتك والله معك. اعتز، الله يرضى عليك، انت ما دخلك، خلي صاحب البيت هو اللي يحكي. احكي ابراهيم. شو يا ابراهيم؟ مثل ما قال معتز، هذا البيت لا رح اسمه ولا رح بيعه ولا رح اطلع منه، وحسيت عمي انا بدفع له حقه. سمعت؟ اذا بدك هيك يا ابراهيم، أنا بدي حق حصتي 50 ليرة ذهب إنجليزي. وليش بقى 50 ليرة ذهب إنجليزي؟ شو الشغلة، سرقة ونهيب؟ البيت بيتمن من 1 و2 و3 و10، وأعلى سعر بيندفع رح أدق كلك يا على دوز بارا. يا أما أنت ادفع له لصهري 50 ذهب إنجليزية وهو بيع على هالسعر. وأنا قبلان، ادفع لي 50 ليرة ذهب إنجليزي لشو؟ شو يا ابن صوح؟ خلاص، أنا نويت أقسم البيت. ونحن ما رح نخليك تقسم البيت. ايه بكره بنشوف يا جماعه. انا برايي تتفقوا احسن. انت خليك براني يا ابو جودات، هذا موضوع عائلي بينات بعضنا ونعرف نحن كيف بنحله. ايه اسمع ابو نصوح، بتجيب لي حكم محكمه بتقسيم البيت وبتجي لعندي. رح يصير سيدي رح يصير. مع السلامه، الله معكم. شو معتز، شو بده يصير؟ وحياة اللي خلقك، هذا البيت ما حدا رح يسكن فيه غيرك انتي، وهذا عهد مني. روح الله يحميك ويخلي لي اياك فوق راسي يا اخي. شو ابو جودات، جاهز نروح نقسم البيت؟ شغلتك ما بتصير. شلون؟ عم اقول لك شغلتك ما بتصير. بده يوافق من اخوك على قسم البيت، واذا ما وافق يا بدك تدفع له نص حق البيت يا هو بتعطيك حقك، وهيك بتنتهي المسألة. أنا بصراحة ما عاد يطلع معي شيء، لأن الشغلة بدها رضا الطرفين، وما في قانون بيجبرك على أنه تشتري منه، وكمان ما في قانون بيجبره على أنه يبيعك. هيك لك هاني يا أبو جودات، نصيحة وخدها مني، روح روح لعند ابن أخوك وراضيه. عيب، تراضوا وتحابوا. شبك ابن صوح؟ بعدين هذا ابن أخوك أحلى من الألفة والمحبة بين الناس. كيف لو كان هذا من لحمك ودمك؟ بدك تاكل حقه. عيب عيب، روح ارجع على كتافك. ترك الله يقطع ايدك يا ابو شهاب، مثل ما قطعت ايدي ووقفت رزقي. لك ما بتخاف الله؟ ما بتعرف انه قطع الاعناق ولا قطع الارزاق؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ابو شهاب. عتز.